السلام عليكم يا شباب. بدنا نعمل أكلة خفيفة ولطيفة اليوم، والحديث راح يكون أغلبه يعني عن أوضاع الكورونا أثناء الطبخ، وإن شاء الله الله يخفف على الجميع ويسر للجميع. ولكن الأكل من الشغلات المهمة، والتنويع في الأكل من الشغلات الضرورية للمصابين بالكورونا وبغير الكورونا، المعزولين وغير المعزولين، والنفسية مهمة، والترويح عن النفس ضروري. وإن شاء الله الله يا رب يخفف على الجميع وين ما كانوا وين ما راحوا. وندعو أول شيء الشفاء العاجل للجميع بأهلنا في الأردن وبالوطن العربي وفي كل مكان. منبلش مع بعض، وإن شاء الله تكون يعني الفيديو خفيف لطيف على الجميع، وسبب للترويح وسبب للفائدة، ونتشارك الحديث مع بعض أثناء الطبخ والنصايح واللي الله برزقنا إياه من حكي ومن كلام مفيد بإذن الله رب العالمين. منبلش. سكيني لايقة. احنا الطبخ بدك تاكل، من الشغلات المهمة بالكورونا انك تغذي نفسك. غير الفيتامينات اللي الناس بتعرفها، فيتامينات وما فيتامينات، لازم كمان تطبخ وتاكل. المصابين وغير المصابين والمعزولين وغير المعزولين. هاي لحمة عجل بس لايقة مرتبة، اشتريتها اليوم طازة. بنقطعها. هاي السكينة يابانية لايقة، لا حدا يقول لي جيب زيها، هذه بس لابو احمد. لا لا. المهم، من ضمن يعني شغلات اللي بصير الان بالبلدان، ان الاعداد الكورونا قاعده بتزيد. واحنا من زمان بفضل الله دائما بننصح انه دير بالكم على حالكم يا شباب، يعني التزم بالقوانين اللي موجوده عندك ببلدك. يعني بيقول لك عدم الاختلاط، عدم الاختلاط، لبس الكمامه، لبس الكمامه. بيقول لك عقم الايدين بالكحول اللي هو 70% بكون. عقم ايديك، غسل ايديك، غسل ايديك. لا تروحوش على الاسواق الا للضروري. بصير اعراس وتجمعات واحتفالات صراحه لازم نخفف منها وانبسط. يعني انت عندك كورونا ما ماشي اوكي، بس انبسط يعني، وتقدر تعيش انت. يعني تخيل حالك معزول مثلا، انا لحالي بالدار، هاي مولع ناره وكذا وبطبخ. انت شوف لك سلافي، يعني كل واحد يشوف له سلافي، لانه راحتك النفسيه ضروريه. موجود، نحطها هيك، اضرب اضرب اضرب. هذا الصح، هذا الصح. هناك بريق الشاي اسهل واحسن، على نفس الخطه بتاعت امبارح. نحط السياخ، نحط هيك خطة امبارح معروفة. البريق بيجي هيك 100%، إذا وقع أنتوا الصبوا. ما دخلني الوضع بالأردن وبالدول العربية، بالأردن تحديدا لأني على اطلاع، بزيد من أسوأ لأسوأ بالنسبة للكورونا وأعداد المصابين. الله يشفيهم جميعا، والناس اللي بيطلعوا يعني زي ما تقول إيجابيين، بوزيتيف، إيجابيين من ناحية الفحص يعني، وإن شاء الله يكونوا إيجابيين دائما في حياتهم. لازم يديروا بالهم على حالهم. نحرك نحط عليه قرن فلفل حار، لازم اليوم بصور لحالي. هاي هيك سلام. ترى الشاي شوف قرب يغلي، والدنيا ترى بلشت تنقط ميه.
الدنيا بلشت تنقط مية، إذا ملاحظين ها شايف الدنيا غيوم، بس عاد ما بندري تطفي لنا النار ولا ما بتطفيها. لا إن شاء الله منكملها الطبخة على القليل. المهم يا شباب، رسالتي من وراء الفيديو هذا، أي مرض بالدنيا فيها كم من شغلة لازم تتبعها مشان الطيب بإذن الله. أول شيء الإيمان بالله والتوكل عليه، شغلة ثانية الدواء والعلاج الطبي، وبعدين بيجيك الغذاء، وبعدين بيجيك الراحة النفسية. نتمنى الشفاء للجميع، وإن شاء الله الفيديو هذا يكون خفيف لطيف في زمن الكورونا. بس شاي مع بعض قبل ما نقول مع السلامة. وعلى سيرة زي هذول اللي بيساووا على الفيسبوك، روح يا معلم ونقول بسم الله ألف ألف مية بالمية. السلام عليكم، تحياتي للجميع.